ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في العديد من قرى محافظات الجمهورية. وفي محافظة أسيوط عملت المبادرة الرئاسية على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة بما يقرب من 150 قرية شملت كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاعي الصحة والتعليم. حياة كريمة شعار تحول لواقع تشهده ربوع مصر. مشروعات هنا وهناك في كل مكان كان لها نصيب الأسد بمحافظة أسيوط التي شهدت قراها نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل المبادرة الرئاسية التي غيرت وجه الحياة بالمحافظة بأسرها. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري اللي هي أولى اهتمام بالصعيد والقرى المهمشة منذ فترة طويلة، وبدأت بالفعل تنفيذ المشروعات على نطاق الوحدة المحلية بالشامية اللي أنا موجود فيها. في عندي مستشفى حميات الشامية تم إعادة تطويرها، في عندي كم من المدارس بالكامل على نطاق الوحدة تم تطويره ورفع كفاءته. احنا حاليا قدام نقطة إسعاف الشامية، تمام، دي مكونة من 2 جراج، دي بتخدم قرية الشامية، دي نسبة الإنجاز بتاعتها خلاص 100% واقفة على التسليم خلاص. في 3 نقط إسعاف برضو في الساحل معايا، بس نسبة تنفيذهم برضو نفس القصة 100% خلصناه. أكثر من 150 قرية رفعت شعار حياة كريمة منذ 2 عامين، ففي مركز ساحل سليم تولت المبادرة تطوير جميع قرى المركز كاملة منها قرية الشامية تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد. جهاز تعمير وسط شمال الصعيد بيشرف على مشروعات حياة كريمة داخل ساحل سليم بعدد من المشروعات، منها في قطاع الخدمات في عندنا 3 مجمعات خدمية، وفي 3 مجمعات زراعية، وفي عندنا قطاع الصحة في 8 وحدات صحية، في قطاع الكباري في 9 كباري. التطوير شمل مختلف قطاعات الخدمات: الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والرصف والطرق والإسعاف والطب البيطري والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات والمرافق. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته وتعبه معانا في الصعيد. الحمد لله مشروع حياة كريمة بيقدم حاجات كتير جدا، مشاريع جميلة للصعيد، منها صرف صحي، منها غاز طبيعي، منها كهرباء، منها مدارس، منها مستشفيات وتطوير الوحدات الصحية. ننعم بحياة كريمة ونظرة السيد الرئيس للصعيد وللقرى في تطوير المشاريع الجديدة. الصعيد ده حضرتك كان مهمش، مفيش حد بيسأل عنه خالص ولا بيبص عليها. النهاردة بنبص احنا بنلاقي مشاريع صرف صحي، محطات مية شغالة. هكذا تبدلت حياة مواطني قرية الشامية مركز ساحل سليم بأسيوط في وقت قياسي كثمرة جهود حثيثة تبذلها الدولة لتوفير حياة تليق بمواطنيها. وما تلك القرية إلا نموذج مصغر لتلك الجهود.